انا عرفت كده في الخباثه يعني من شويه اصدقاء مشتركين ان انت زمان وانت صغير كنت بتاخد الاغاني تشيل الكلام وتحط كلام تاني وتقول لهم تعالوا اقول لكم بقى الجزء المحذوف من اغنيه كذا كذا كذا. كنت واكل عيش بالموضوع ده. كان في اغنيه يعني احنا في ثانوي كان في اغنيه مثلا الفنان عمرو دياب تنزل من البوم مثلا انا اكتر واحد بحبك او يلوموني الحاجات دي فانا عايز اتست الموضوع لان انا بحب القراءه جدا كنت بحب بيرم التونسي وصلاح شاهين يعني بالفطره كده كان ليا اصدقاء يعني غاويين فكنت باخد الكتب كده ايه من باب الفضول اقعد اشوف فيها فحبيت الشعر وكنت بغني في الاذاعه المدرسيه الاناشيد عشان كده يا جايه من هنا. الحته دي فكنت تشيل الكلام كنت اشيل كوبليه واقول لهم اسمعوا بقى الكوبليه ده بقى يقولوا جامد قوي طب عمرو دياب ما نزلهاش ليه ويبداوا بقى يشيروا مع بعض في الفسحه ان في تامر حسين اللي هو كان في اولى 14 ده عامل الاغنيه ده ولا عامل الاغنيه الجايه حافظ الكوبليه والناس كانت بتحب عمرو دياب قوي ومحمد فؤاد يعني الفتره دي ولا زلنا طبعا بقول لك يعني هي فتره بالنسبه لي كانت منافسه شرسه بين عمرو ومحمد فؤاد عمرو دياب ومحمد فؤاد دي حقيقه فعلا ما هم اتنين اصحاب كمان بحبهم جدا جدا وبحييهم الاثنين